هو الكورس مش جديد، احنا بناء قبل كده كذا مره كنا صحابي وكنا يعني اقول لكم الريتم اللي فات كنا ماشيين ازاي. كنا ماشيين على بناخد مثلا كل مره صحابي معين ونتكلم عنه، مش عشان نحكي قصته لكن علشان ناخد الدروس المستفاده من خلال واقعنا الحالي. يعني هو حياته دي كلها كانت ايام مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم او ما بعدها بفتره بسيطه. طيب الكلام ده هنقول ايه؟ طب ده كان ايام زمان، طب دلوقتي؟ فبنقول بقى ان ازاي ده نسقطه على الواقع الحالي اللي احنا عايشينه، ازاي ان احنا نطبقه في حياتنا، ما نقولش ايه ده هم اللي عملوا كده، احنا ما نقدرش نعمل الكلام ده. وده كان تركيزنا الاساسي في الكورس اللي فات. ف بعد الثوره بقى الامر اتغير. الدنيا كلها اتغيرت. فصراحه قعدت افكر يعني طب نغير ازاي في كون صحابيا مع الوضع الحالي. وعشان كده يعني لما قعدت صح افكر امبارح سبحان الله ربنا الهمني كده ان انا اخلي انا النهارده لو اكون صحابيا لماذا؟ وحبيت ان يكون الامر مشاركه منكم اكتر، ان احنا طب ليه كون صحابيا؟ ليه نرجع ان احنا نتعلم تاني تعاليمهم واخلاقهم؟ ليه ان احنا نفكر فيهم دلوقتي تاني وبالذات دلوقتي؟ تفتكروا ليه؟ طب نبدا من اليمين. طبعا هو خلينا قرون قرن قرن يعني 100 عام بتاع الرسول عليه الصلاه والسلام، لان هو مين اللي خلق السماوات والارض؟ هو اللي كان الشركات هي اللي تحكم في الارض، عشان كده كان افضل حاجه صلاحه معايا. القرون اللي بعدها اللي هي قرن الصحابه، ليه؟ لان هم دول كانوا اكثر ناس بيتعاملوا مع الرسول بيطبقوا بعدها، لما الرسول صلى الله عليه وسلم اكثر واحد عمل بالقران اللي هو كلام ربنا. تمام. القرن اللي بعده اللي هو السلف الصالح اللي هم تابعين للسلف. تمام. طيب احنا يعني ادينا احنا دلوقتي بقى لنا قد ايه من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اكتر من 14 سنه، صح؟ ايوه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث قال ايه؟ انا بعثت لتتمم الكلمه. لا حاجه ثانيه. بعثت انا والساعه كهاتين. خلينا نصور ازاي؟ كهاتين. يعني صلى الله عليه وسلم كان من أرقابه العاقر. يعني إيه العاقر؟ زي لا نبي بعد، خلاص آخر الزمان، صح؟ بقالنا 14 قرن من أيام صلى الله عليه وسلم لغاية دلوقتي. لو جينا في التاريخ كده بصينا هنلاقي إن كذا مرة يجي وقت الناس تقول إيه؟ خلاص ده يوم القيامة، إحنا خلاص الدنيا انتهت. وخاصة لما كان بيحصل مثلا يظهر علامه من العلامات الساعه مثلا الصغرى حتى كده، او يحصل حدث معين، او تحصل فتنه كبيره، او ينقلب الدنيا والعالم كله زي ما بيحصل دلوقتي، الناس دايما تقول ايه؟ خلاص كده الدنيا هتنتهي. مش هتنتهي لسه شويه، هي هتنتهي بس لسه. عارفين ليه لسه؟ العلامات كلها ما ظهرتش. عايزين الامر اعمق من كده غير العلامات. الامر مرتبط بان احنا ليه بنقول النهارده كن صحابي؟ طب ليه بنقول النهارده كن صحابي؟ ليه كن صحابي؟ هو وانا عشان نغير، دي اول حاجه بنصير كل شويه من التغيير، اعتقد سنه في حياتي. تمام. بالنسبه لي شخصيا كل صحابيا من زمان انا افتكرتها عشان حاجه كنت بسمعها، دي اخلاق الفرسان كنت بسمعها زمان. لما دورت لقيت في حد احسن من الفرسان، اللي هم الصحابه نفسهم اللي معظم المسلمين كمسلمين واخدينهم كقدوه ليه. فاعتقد ان هم اي حد منهم لو خدنا قدوه في منهج في حياته بس، او في خط من حياته، ممكن يغير فينا حاجات كتير. انا في حته هاخدها منك والحته دي يا ريت نركز فيها، حته هو قال التغيير عشان نتغير. وقال تغيير سنة الحياة، هو فعلا تغيير سنة الحياة، أنتوا عارفين؟ يعني حقيقة كده أي إنسان مش عايز يتغير لا هيتغير غصب عنك، مفيش حد ما يقدرش يتغير. غصب عنك هتتغير، مش بمزاجك، هي الدنيا كده، لازم هيحصل لك تغيير. بس دايما المشكلة إنك تتغير أو لإيه؟ اللي إحنا بنسميها بصفة التنمية البشرية إدارة التغيير.
المشكله مش انك تتغير، المشكله انك تدير التغيير ده. يعني بمعنى اوضح ان انا ممكن اتغير الافحص صح؟ ايه ما شفتوش مثلا حد قدامكم ان هو اتغير الافحص؟ ناس كتير جدا انسان كان كويس ومره واحده بقى حاجه تانية بتحصل. فالمشكله مش في التغيير، المشكله ان احنا نتغير ايه او ازاي. مش بس كده، ايه المقاومات اللي هتقوم عليها التغيير ده؟ طب ايه هدفك من التغيير ده؟ طب ايه الشكل النهائي اللي عايزه من التغيير ده توصل له؟ احنا دلوقتي عمالين عملنا الثوره ومش عارف ايه وبتاع علشان ايه؟ الاصلاح صح؟ من جميع بقى جوانبه يعني. طيب احنا عايزين اصلاح، طب شكله ايه؟ ايه شكل الاصلاح ده؟ ما احنا ما ينفعش نقول كده اصلاح وخلاص، ايه اصلاح وخلاص؟ دي كلمه عامه. احنا عايزين الامر يبقى ادق اكتر، احنا عايزين الامر يكون موثوق او موثق، نكون عارفين بالظبط احنا هنعمل ايه، فنتغير ازاي، طب ايه الشكل اللي احنا عايزينه. في ناس من دلوقتي بدات تفكر يعني انت قصدك ايه، ان احنا احسن حاجه ان احنا نشوف بقى القدوه بتاعتنا من الصحابه والله عايز ونكون زيهم؟ يا ريت يا ريت يا ريت فعلا نعمل كده. احنا نقدر نوصل لهم؟ ممكن صعب ممكن ليه لا؟ امال ايه؟ هنبقى كده حياتنا كلها ان احنا جينا وكلنا وشربنا ونيجي قدام ربنا نقول يا رب احنا عملنا يوم 25 يناير، طب وبعد 25 يناير عملت ايه؟ عملت ايه بعد 25 يناير؟ لما كنت بتشوف برضه حد بيغلط قدامك ما كنتش بتقدر تتكلم، ولما حتى سواق الميكروباص يغلي عليك الاجره ما تقدرش تتكلم، ولما حد يرمي قدامك زباله ما تقدرش تتكلم، انت نفسك ممكن تكون لسه بترمي زباله في الشارع، وتلاقي نفسك كل واحد بيعمل حاجه ما بيرجعش فيك. حتى الرشوه. احنا المشكله دلوقتي ان مش الموظفين اللي بيطلبوا رشوه، لا احنا اتعودنا ان ندفع الرشوه. فتلاقي حتى لو الموظف مش عايز لا احنا نديله حاجة عشان احنا اتعودنا على كده، كل مرة لازم نديله حاجة، ندفع له حاجة. طيب أفكار تاني، ليه يكون صحابك؟ لماذا؟ ليه يا جماعة فكروا؟ محدش يربع، ما تربعوش. ما تربعوش المربع ده كمان شوية هيسمع، مش هنسمع. هو مش حاجه متعلقه بزمن الصحابه، يمكن اكتر متعلقه بزمن اللي بعد الصحابه، يعني هما لما الناس خدت منهج الصحابه في حياتها شفنا ان كان يسود العالم علماء المسلمين في الكيمياء في الطب في كل حاجه، فالناس دي خدت منهج الصحابه فملكت الدنيا والدين. بالظبط. كان ليا واحد صاحبي كان بيقول كلمه شهيره جميله قوي، كان يقول ايه؟ يقول مشيها كده تمشي كده. نعم. وضح تاني. مشيها كده؟ يعني ايه مشيها كده؟ يعني مشيها بينك وبين ربنا. مشيها كده، ركز بس بينك وبين ربنا. هتلاقيها مشيت كده، يعني هتلاقيها مشيت في الدنيا. انت في حياتك هتلاقيها مشيت لوحدها. لكن هتقعد تركز في انها تمشي كده؟ لا هتمشي كده ولا كده. هتقعد، لا هتمشي لا كده ولا كده. لو مشي كده يبقى انت في خطر اكبر، في خطر اكبر. ليه بقى؟ ربنا وكل بنفسك. بالظبط. ربنا سابك بقى تختار بالدنيا، خليك عايز الدنيا خد الدنيا، وبعد كده هتيجي في الاخره مالكش حاجه. وعشان كده اول من تصعر عليهم النار يوم القيامه مين؟ شهيد وعالم وقارئ. شهيد وعالم وقارئ القرآن. متخيلين؟ هم دول؟ هم دول. طب ليه؟ شهيد قال ايه؟ جه قدام ربنا وربنا قال له ايه؟ انما اردت ايه؟ ان يقال شهيد. وقد بيه. عايز يتقال عليك بطل. بس عليك كذا. اتقال. مش هو ده اللي انت كنت عايزه؟ اتقال. وقد قيل خلاص اللي انت عايزه خدته. الاخره مالكش حاجه. وهكذا بالعالم وهكذا بقارئ القران.
يعني الموضوع ده فرق فيه ايه؟ النية. متخيلين؟ يا تفرق كتير. تفرق كتير قوي. كان لينا زمايلنا ايام الجامعة لما كنا نطلع رحلة كان يقولوا كلمة لسه أول ما نيجي نطلع رحلة. نطلع رحلة مثلا حتى مصيف أو كده. يقولوا لنا ايه؟ يقولوا لنا ايه؟ يقولوا لنا شايفين؟ احنا اهو جايين نصيف مثلا، جايين نتفسح. بس الفرق بيننا وبين كل الناس اللي قدامنا على الشاطئ دول احنا جايين بليل والناس دي مش جايه. فاكرين لما الصحابه رضوان عليهم لما بيتكلموا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فجه عند نقطه ان عندما ياتي الرجل اهله وقالوا ايه؟ هياخذ يعني هياخذ الرجل عليها يعني نسمكم يؤجر عليها؟ قال اذا وضعها في حرام مش زي ما بياخد سيئات هياخد حسنات. يعني انت ممكن بتعمل حاجه الناس كلها بتعملها تاخد عليها سيئات وتاخد عليها حسنات. ممكن اللي فرق ليه؟ النيه. مره احد التابعين كان قاعد واحد جاي يقول له ايه؟ قال له تعالى في صلاه جنازه حاجه ايه ما فيهاش. فقال له طيب انتظر قريب. فبعد ما قام قال له انت استني تعمل ايه؟ فقال له ايه؟ انما اقرر نياتي احضر النيه ان انا رايح لي اعمل ايه؟ مش اي حاجه نمشي هباء. كان الممثل اللي يعني منه لله لما كان عامل الفيلم بتاع الارهابي ده عادل امام فجي قال كلمه عارفين تغيظ الواحد. مش هو بس، هو كان راجل ولد الممثل التاني مش فاكر اسمه كانوا يعني. وده من للاسف من الاخطاء الفظيعه وللاسف الناس بقت بتكررها. وده يعني وصل انه تقليص على الرسول صلى الله عليه وسلم. جاي يقول ايه؟ كان مش عارف هم في المستشفى بيستخدموا اجهزه حديثه فواحد منهم بيقول للدكتور بيقول له ايه ده واحنا عندنا الاجهزه دي؟ راح قال له طبعا امال ايه؟ احنا عندنا الاجهزه دي. قال لي يا اخي لا قال له ايه؟ قال له ده بره عندهم افظع من كده. ده احنا بيجي لنا الحاجات اللي هم خلاص يعني مش يستخدموا احدث منها يبعتوا لنا القديم. فراح قال ايه بقى؟ راح قال يا اخي شوف الناس دي بتفكر في ايه واحنا لسه بنفكر نشوف هنخش الحمام برجلنا اليمين ولا الشمال. كلمه عظيمه بس احنا مش حاسين بيها. طب احنا عايزين نفكر بكلام واقعي. طب تعالوا نفكر بكلام واقعي. خلاص كلام منطقي عادي جدا. طيب اللي يكون بيركز وبيفكر هو بيخش الحمام برجلين اليمين ولا الشمال الاول هو ده الشخص اللي ممكن نلاقي منه انتاج وتلاقيه واعي لحاجته وحياته ولا الشخص اللي ماشيها كده وخلاص مش فارقه معاه يقوم من النوم زي ما نام زي ما صحي وياكل باي حاجه وباي ايد ومش فارقه معاه؟ انهي اللي صاحب الدقه الاكتر؟ انهي اللي